السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين، مرحبا بكم في وصفة جديدة من وصفات ليلى شانيل. كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم تحلية اللي المقادير ديالها بسيطة جدا في المتناول، كيف ما عودتكم دائما في الفيديوهات كنقول لكم غنقدم لكم وصفات دائما اللي تكون المقادير بسيطة وفي المتناول كذلك. اما المذاق ما نقولكمش روعه في المذاق، بنينه بزاف، ما تتعرفوش منين تكونوا كتاكلوها ما كتعرفوش داك المذاق شنو هو بالضبط، فقط تابعوا معايا المقادير. في المقادير عندي هنايا نصف لتر ديال الحليب، معاه ملعقه كبيره ديال السكر سنيده اولا السكر الخشن، كنضيفوا ملعقه كبيره وحده فقط لاننا غادي نضيفوا واحد المكون اللي غادي يزيد يعطيها الحلاوه. كذلك كندير ملعقتين كبيرتين من الدقيق ناعم او لا الفارينة رطبة، طبعا الدقيق يكون نوعية ممتازة من الاحسن، كنأكد الدقيق الناعم. كنخلطهم في الحليب بارد باش ما كيديرش داك التكتلات، عفوا ما كنقبضش، نديرهم فوق العافية او لا فوق النار حتى كنحرك مزيان، عاد كنديرهم فوق النار. النار كتكون ما بين متوسطة لانني غادي نقابلها بالتحراك، طبعا ضروري تقابلوها بالتحراك باش ما كتلصقش في القاع ديال الاناء او لا في القعر ديال الاناء وتعطينا داك المروره. هنا من بعد ما عقدت الكريمه لاحظوا جابت شويه الغليه، بحال غتجيب شويه الغليه، هنايا غادي نضيف واحد 6 ديال القطع ديال الشوكولاته البيضاء، الشوكولاته البيضاء العاديه، يعني غتاخذوا ديك الشوكولاته ديال 4 دريال او 20 سنتيم الوحده، يعني 4 دريال الوحده. كنضيفوا 6 ديال القطع او لا ممكن تضيفوا 5 القطع، هاد الشوكولاته كتعطينا الحلاوه. وكذلك مازال غنزيدوا واحد المكون حتى هو كيعطينا الحلاوه، داكشي اللي جبت لكم ديروا غير معلقه واحده ديال السكر. غادي نحرك جيدا حتى كيذوب داك الشوكولاط، ومن بعد كنطفي عليها النار وكنحطها على جنب كتبرد، تاخذ واحد درجه الحراره ديال المطبخ. في هذا الاثناء غادي نضيف المكون اللي قلت لكم غيعطيها الحلاوه، هي ديك البنانه او لا واحد الموزه، تكون طايبه شويه ما تكونش قاصحه باش كتعطينا داك اللوغو اللي ما كنعرفوش شنو هو ملي كنكونوا كناكلوا داك التحليه، ما كتعرفش واش كتاكل بنان ولا فاني ولا ما كنعرفوش، مع اننا ما درناش الفاني، ولكن غادي نديرو هاد البنانة او لا هاد الموزة مع واحد 3 ديال الحبات ديال الاوريو. هادو بجوج كيعطيونا واحد النكهة او لا واحد اللوغو واحد المذاق لداك التحلية، كيف ما قلت لكم كيعطيونا واحد المذاق خطير جدا، ما كتعرفوش شنو كتاكلو، كتجي زوينة بنينة بزاف. هاد الموزة كنمعكها بواحد الفرشيط حتى كتمعك مزيان، وخا يبقاو فيها واحد الطريفات صغيورين ماشي مشكل. كذلك كناخذ واحد 3 ديال الحبات او 4 ديال الاوريو اللي بغيتو، 3 ولا 4 او لا كثر اللي بغيتو، انا فقط هنا درت غير 4. كنقطعهم بحال هذا الشكل هكا قطع صغيره، كنفرتوهم بحال هكا لانني غادي نضيفهم في داك الكريمه او في داك التحليه. كيف ما قلت لكم هاد المكونات بجوج ديال البنان مع اولا الموز مع الاوريو كيعطيو واحد المذاق خطير لهاد التحليه، هادي كتجي بنينه ولذيذه بزاف. صدقوني انا عندي واحد الوليد صغير ما كياكلش التحليات كاملين بحال هكا الكريمه كامله ما تياكلهاش، ولكن هادي كلاها ما عرفتش راسو شنو تياكل، كيقول لي ماما ما عرفتش واش لاكلاص ولا ما عرفتش شنو، لانها درتها في الثلاجه وخرجتها بارده وكلاوها وزوينه عجبتهم بزاف. هنا كتكون ديك الكريمه بردت واحد شويه، كنضيف ليها ديك البنانه داك اولا ديك الموزه مع الاوريو وكنخلط، وكنوضعهم في واحد المول كيف ما بغيتو، بغيتو ديروهم في مول، بغيتو ديروهم في كيسان اولا في زليفات ديال الزاج اولا في داك لي فيرين بحال بحال. انا هنا اختاريت نديرهم في هاد المول هذا، وغادي ندخلها للثلاجه تبرد واحد شويه. كنوضع ديك التحليه في الثلاجه لتحت تبرد، ماشي في المجمد غير لتحت مباشره، كندوز كنوجد صوص الشوكولا غادي نديرها فوق منها. هنا عندي جوج معالق كبار ديال الكاكاو الحلو ماشي المر، ولا درتو الكاكاو المر فكنضيفو السكر لاننا كنعرفو الكاكاو المر بلا سكر، هذا الكاكاو الحلو تيكون فيه السكر.
غادي نضيف هنا جوج معالق كبار ديال الكاكاو الحلو، كذلك غندير جوج معالق كبار عامرين ديال الفرينة او الدقيق الناعم، ممكن تعوضوه بالنشا او الميزينا. كذلك غنضيف جوج كيسان ديال الماء، هنا هذا الكاس هذا ما غاديش يرفد لي داك جوج كيسان ديال الماء، فضفت غير كاس وغادي نحرك مزيان وغادي نصفيها في واحد الكاسرونه اولا في الاناء، وعاد غادي نزيد الكاس ديال الماء الثاني. نتوما كمبتدئين بالنسبه لهاد الصوص الشوكولا فمن الافضل ديروا هاد الطريقه اللي درت انا، كتصفيوه باش ما كيبقاش داك التكتلات ديال الدقيق. هنا من بعد ما صفيت داك الكاس كنزيد الكاس ديال الماء الثاني بحال اللي كنشلل به داك التكتلات باش كيهبطوا ديال الدقيق مع الكاكاو. صافي هنايا هيا دا صفيتها، واخا كيبقى واحد شويه الصفايه كنحيدوه ماشي مشكل. كنوضعها على النار اللي كتكون متوسطه ودائما مع التحريك المستمر حتى كتبدا تعقد وكتجيب الغليه بحال اللي كيبدا يغلي، ماشي مشكل منه كيطيب داك الدقيق، وفي نفس الوقت كنحصلوا على واحد الكريمه اللي كتكون عاقده شويه. كنضيف ليه سكر بنكهه الفاني جوج صاشيات، يكون كل وحده فيها 8 غرام يعني المجموع 16 ديال الغرام. ولا عندكم الفاني السائله تقدروا ديروها بحال بحال. تنحرك جيدا حتى كتذوب داك السكر فاني اللي درت، وكنضيف جوج معالق صغار ديال الزبده. بالنسبه للزبده فهي هي اللي كتعطيه داك اللمعان وكذلك كتفتح له اللون ديالو. صافي هنا كنبدا نحرك حتى كتذوب ديك الزبده وكنطفي عليه النار. الا بغيتو تستغناو على النكهه ديال السكر فاني وديروا قهوه سريعه الذوبان، فواخا ديروا الكاكاو الحلو كديروا السكر الا درتو داك القهوه سريعه الذوبان، لانها كتجي مسوسه وكتجي مره. هاد الصوص هادي كتجي مسوسه من السكر وكتجي فيها المروره الا درتو القهوه سريعه الذوبان وما درتوش السكر. القوام اللي حصلت عليه هو هذا، نتوما كتحكموا في القوام، بغيتوها خفيفه كتنقصوا من الكميه ديال الدقيق، بغيتوها عاقده فليكم الاختيار، يعني الكميه ديال الدقيق هي اللي كتخترها اولا كتخليها خفيفه. من بعد كنخويها، غير كتبردي واحد شويه كدفى، كنخويها فوق داك الكريمه وكنغطيها بالبلاستيكه، ضروري ما داك البلاستيك الغذائي اولا بلاستيك ديال اللي عندكم، المهم يكون نقي، يكون كيلمس داك الوجه ديال الكريمه باش ما كديرش واحد القشره من الفوق. ضروري هاد الطريقه البلاستيك كيلمس الكريمه. كنخليها تقريبا واحد ساعتين في الثلاجه لتحت، ماشي في المجمد غير في الثلاجه لتحت. التزيين كيبقى اختياري طبعا على حسب المتوفر، ممكن تزينوها باللي بغيتو، ممكن تخليوها هكاك. انا هنا زينتها بشويه ديال المكسرات اولا القرقاع مهرمش، بغيتو ديروا اللوز مهرمش، كاوكاو، كونكاسي، اللي بغيتو ديروه يعني المكسرات مخلطه ماشي مشكل، اللي كان لكم الاختيار. في حاله ما الا ما درتوهاش في المول ودرتوها في واحد الكويسات صغارين فكديروا واخا غير البنان كتقطعوه دواور وكديروه فوق منها. البنان الا كنتو غتاكلوه ديك الساعات قطعوه وقدموه ديك الساعات، كنتو غتخليوها واحد شويه فالبنان اما عصروا عليه شويه ديال الحامض اولا شويه ديال البرتقال باش كيبقى محافظ على اللون ديالو وما تيتاكسدش او ما تيكحلش. كيف ما قلت لكم المذاق ديالها كيجي خطير جدا، خصوصا داك الطبقه اللي كتكون من التحت ديك الطبقه البيضاء، فديك البنان اولا الموز مع الاوريو كيعطيها مذاق خطير جدا، فعلا تستحق تجربه. واكيد اكيد غادي تنال الاعجاب ديالكم الا جربتوها. كيف ما قلت لكم ديك الطبقه اللي لتحت فهي المذاق ديالها خطير جدا، مازال ديك الطبقه الفوقانيه بالشوكولاته راها باينه، ولكن الطبقه التحتانيه المذاق اولا اللوغو ديالها خطير جدا، ما تعرفوش واش وخصبتوها نتوما بيديكم فكتلفوا في داك المذاق، ما كتجيش البنان باين وما كتعرفوش شنو هو داك اللوغو. فعلا تستحق التجربه، كنتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. وكيف ما عودتكم قلت لكم غنحاول نقدم لكم وصفات اللي تكون المقادير بسيطه وفي المتناول وتكون اقتصاديه، ما تكونش غاليه طبعا ان شاء الله. كنتمنى وصفه اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وان شاء الله نتلاقاو في وصفه جديده من وصفات ليلى شانيل. دمتم في رعايه الله والى اللقاء.